قلت يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فإذا رأيت ميتا فسله. مو هيك شيخ زياد الحوراني كل ما رأى شيخنا الشيخ عبد الرزاق يسأله عن فلان عن فلان بيعطيك حقائق. هلا في الدنيا قد تسأل المنافق بيساوي صادق والصادق بيساوي منافق، خلط خلط. مثل واحد بضيعة شو سيدي جاب واحد سكرجي ميت شو سيدي قالوا تعصلي على الشهيد، تعصلي على الشهيد، قدموه بالمجلس أقوم حدثنا عن الشهيد والشهادة. قال لي والله قمت وذكرت لهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن إيش؟ شو بيسموا هذا حسن إيش؟ تخلص. هو ما حكي لنا على أنو الشهادة هذا؟ معربد سكرجي تعصلينا على الشهيد ومحدثنا عن الشهيد. ففي الدنيا في خلط، أما في الآخرة إذا رأيت ميتا سألته يعطيك الحقيقة كلها. أبدا لك فلان وفلان أبدا. قلت يا مسكينة ما فعل عيسى؟ سألها ما فعل عيسى ابن ذاذان؟ قال فضجت ثم قالت كسي حلة البهاء. يا ربي الله يحسن ختامنا يا رب الآخرة يا فاخرة. وطافت بأباريق حوله الخدام، يا حبيبي خدم الحشم مو أباريق باللور، ما عاد فيني كله ذهب وفضة، أبريق من فضة وكأس من ذهب، ولدان مخلدون الله يبعث لك إن شاء الله والأمين. هون عين بيجي ولاد، الولد بيبقى حلو 10-12 سنة 15 سنة كتير أحيان بعد 15 بلش بقى يتغالظ. شو سيدي؟ نعم. وطافت بأباريق حوله الخدام ثم حلي. يحلى يوضع المؤمن يوم في الجنة يحطوا له أساور كلها من ذهب علي. وقيل يا قارئ، وقيل ايه يا قارئ ارقى. كل ما بتقرأ آية الله بسم الله فلعمري لقد برأك الصيام. انت لي نعم شفاك ونجاك من عذاب الصيام. وكان عيسى قد صام حتى نعم انحنى وانقطع صوته، تاب الله علينا وأصلح أحواله. ثم تحدث عن غندقة، قال عن يوسف بن بهلول قال كانت امرأة بالبصر وقال لها غندقة العابدة تصلي عامة الليل. اسمعوا عامة الليل تصلي التهجد ثم تقول أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. طلت الليل تصلي وهي خائفة، على ماذا نضحك نحن؟ فإذا قضت صلاتها قالت هذا الجهد مني وعليك التكلان، هذا أنا ما هذا ما قدرت عليه، هذا ما قدرت عليه وعليك التكلان. أصلح الله عز وجل أحوالنا. نحن على تقصيرنا نضحك ونمرح ولا نبكي. الله أكبر. اللهم يا ربي أصلح أحوالنا يا رب. إن لله وإن إليه راجعون. وما ننسى ما جاء عن معاذة العدوية. اسمع الخبر يا أبا الخير، الله يكرمك ذرية صالحة والمسلمين، حب الأولاد والمال والبنون زينة حياة الدنيا. اسمع له، اسمع له عن صلة ابن أشيم، وكان في مغزى غزو وكان معه ابن له
اسمع ماذا صنع. قال أي بني، يعني يا بني تقدم. وين عم يقدموا؟ وعلى وليمة عم يقدموا للموت. تقدم يا بني فقاتل حتى أحتسبك. تموت وقل اللهم أجرني في مصيبتي وأعوض. فحمل فقاتل حتى قتل الولد. ثم تقدم أبوه فقتل. اسمع بل الأم، هذا الأب قدم ولده للشهادة ثم استشهد. اسمع بإلى الأم، هي السيدة معاذة، نحن ندعي أننا رجال. فاجتمعت النساء عند امرأتي معاذة العدوية فقالت مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن. مثل جماعة فلسطين، جماعة صاحبك أبو حمزة، يستشهد لها ولد، قول التهنئة في بيت فلان، التهنئة في بيت فلان. وتنادي اليهود أنتم تقتلون ونحن نحبل ونأتي بالمجاهدين في سبيل الله. يا حبيبي أم، إذا اشتعل الإيمان في والله ما تقف لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا العالم كله ما يستطيع أن يقف في وجه المسلمين إن اتقد الإيمان في قلوبهم. اسمعها امرأة تقول إن كنتن جئتن لتهنئني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن بغير ذلك فارجعنا. الرجال التعزية ترجع. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. اسمع الآن إلى حالتها، سمعنا عن ولدها استشهد وعن زوجها استشهد. طب وهي اسمعوا اسمعوا، فلنجتهد في الأعمال الصالحة الخالصة لتكون ذخيرة لنا. قال لما احتضرها الموت بلغني أن، قال سمعت عفيرة العابدة تقول بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت بكت ثم ضحكت، فقيل لها مما بكيت ثم ضحكت؟ مما البكاء، فمما البكاء ومما الضحك؟ قالت أما البكاء، اسمعوا لماذا تبكي، أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام. تبكي أنه حتموت تترك الصيام والصلاة والذكر، فكان البكاء لذلك. وأما الذي رأيتم من تبسمي وهي تموت تبسمت وضحكي، فإني نظرت إلى أبي الصهباء زوجها، زوجها مستشهد، رأته جاء في صحن الدار وعليه حلتان خضروان وهو في نفر، والله ما رأيت لهم في الدنيا شبها فضحكت إليه. جاء زوجها ومع ثلة شو سيديلي يأخذوها. كما قال سيد تاجي الكتاني، قال والله استلام وتسليم.